فيديو اليوم راح نلعب لعبه سبيك اكس بسلوم جرال عن التحديث القادم وكمان عن الادمن. بس يا جماعه قبل ما نروح نقرا هالايميل بدنا اول شيء نبلش نقرا ايش صاري في البي كي اكس تي. وهي المشكله يا جماعه كثير 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 يعني مهمه، فلازم ضروري انكم تسمعوا هالبارت الاولى تبع هذا الفيديو، بعدين يا جماعه كمل الفيديو الاخر مشان نسمع الخبر الثاني تبع الادمن وكوسب جيرل وكثير اشياء صايره، فضائيين وسيارات وكذا. فتابعوا الفيديو الاخر مشان تعرفوا شو توقعاتي وايش راح ينزل التحديث القادم وكل شيء. وبس قبل ما بلش اشتركوا بالقناه وكمان حطوا لايك لهالفيديو وكمان اعمل لي فولو على الانستغرام اللي موجود طبعا تحت بصندوق الوصف، الروابط كل شيء تحت بصندوق الوصف. بس هلا خلينا نبلش. اول شيء حخبركم بالخبر والمشكله اللي صايره بي كي اكس تي. طبعا يا جماعه اول شيء والخبر اللي قلت لكم فيه عطل وكذا بي كي اكس تي، فهلا راح اقرا لكم اياه واشرح لكم اياه. اوكي، وي فاوند ا تكنيكال ايشو، يعني انا راح اشرح لكم بدون ما نقراه. طبعا صاير فيه يا جماعه مشكله هلا حاليا بي كي اكس تي انه الجارج يعني المرقاب تحديث المرقب. في بعض الحالات يا جماعة لما بتكونوا بترتبوا البيت تبعكم بهالفترة فالفرنتشر يعني الآثاث ما عم تنحط، عم خلص عم تختفي. فهلأ يا جماعة بيقولكم إنه please do not make edits to the houses or change them until the issue is solved. يعني يا جماعة هلأ حاليا ما تصلحوا، اسمعوا يا جماعة ما تصلحوا أبدا بيوتكم، ما ترتبوا أبدا بيوتكم لين ما يخلص هذا العطب، ولين يا جماعة ما ينزلوا تحديث جديد. وطبعا لما رح ينزل هذا التحديث رح خبركم يا جماعة بالمنتدى، فاشتركوا بالقناة وترقبوا لأنه بالمنتدى رح خبركم لما ينزل التحديث. فهلأ يا جماعة لا حد يروح يرتب بيته لين ما ينزل التحديث، إنه خلص كل آثاتكم رح تختفي. وهي يا جماعة مشكلة عم يعتذروا منها وقالوا إنه التيم تبعهم إنه فوكسد يعني 100% بهذا المشكلة لين ما يتصلح. هذا التحديث رح ينزل هالليلة أو الليلة تبع بكرة، فرح تكون الفيرجن 5.5.2. أوكي will be okay. فwe apologize for the situation، يعني عم يعتذرون كثير لهي الموقف اللي صار. أوكي good weekend to everyone، يعني weekend good weekend، يعني شو بدي أقول. طبعا الخبر الرئيسي تبع هذا الفيديو وتبع التحديث هو admin is on fire. fire 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 yep. يعني الادمن في النار is on fire. ما بعرف كيف بدي اشرح لكم، يعني مو بعرف النار، لا اقصد يعني المهم في شيء يعني حماسي، شيء نار شرار دمار. اوكي هلو اسراء جيمر، هلو بي كي اكس تي. With admin back to the Big X universe. يعني لما رجع admin لعالم Big X بعد ما اختفى وتتذكرون. Everything is getting back to normal. يعني كل شيء عم يرجع زي ما كان. I've even heard that he's been spending a lot of time in his lab. What is he doing? يعني كمان سمعت، يعني هي قاسب قيل عم تحكي على فكرة، سمعت إن الادمن صار عم يقضي وقت كثير 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 بالبيت المختبر أو بالمختبر تبعه. اوكي وات از هي دوين، يعني شو عم يسوي؟ فانا صراحه ما بعرف شوفه، يعني ما بعرف صراحه شو عم يسوي بالمختبر. انا على تاخر انه نكمل. I think I'm going to check if I discover some gossip. I mean I'll check on him. يعني قالت انه انا رح اروح و يعني اتفقد اذا رح اكتشف اشي، اقصد رح اتفقده هو، يعني بدها تتفقد الادمن. شوفوا هاي gossip girl she's talking an admin literally on his lab house. شوفوا يعني هو هون باللاب هاوس بالمختبر تبعه قاعد عم يسوي، ما بعرف صراحة شو عم يسوي، بس يعني هون كمان سألونا what is he doing، يعني هي كمان ما بتعرف شو عم تسوي. يعني she's wondering what is he doing what is he on his lap when he's like back and everything's going. يعني وكمان يعني she's talking on him، يعني ما بعرف صراحة يعني هي بتتفقده ولا ايش. هون مكتوبة زي 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 زي. يعني انه في اشي كأنه عم يتكسر او اشي، وبس عم حاول يا جماعة نشوف شو عم يخترع بس ما بقدر. Oh my god ما بعرف شو هذا. اوكي ما علينا. واو what a strange noise. اه هذا الصوت تبع but what a strange noise، يعني يا له من صوت غريب وعجيب وكل شيء. Could it be some alien trying to communicate؟ يعني oh my god، يعني واو what a strange noise، يعني واو صوت غريب. شو كان هذا؟ what was that؟ Could it be some alien trying to communicate؟ يعني هل كان معقول شي فضائي قاعد عم
عم يحاول لي يتواصل معنا فضائيين. او ماي جاد، او فضائي ما اعتقد، يعني هو يا جماعه بالمختبر تبعه فعم يكتشف اشي، فكثير اشي طبيعي رح يعمل هاد الاصوات. هدول تبعي مدري انه تبع اشياء عم تتكسر كذا اصوات، ليش يعني الي او فضائي او مدري ايش؟ لا ليش قد من اسكت تو بي ليفت الون. فلما كانت هون معه الغوسب جيرل، فهو قالها وطلب منها انه تروح، فقعد من كذا قالها I ask you يعني to leave me alone، فالله انه خليني لوحدي to investigate the source of the noises and I had to leave his house but I'm so curious. Oh my god يا غوسب جيرل، انت وعادتك كمان ها تعرف ايش ما غوسب جيرل، عن جد لازم تعرف كل شيء، وهي فضوليه كثير 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 كثير. فمشان هيك يا جماعه سألها انه لما سمع هذا الصوت هو كمان كان مستغرب، فقالها او سألها مشان تطلع من البيت، فمشان انه يكتشف من وين اجى هذا الصوت، يعني مصدر هذا الاصوات. and I had to leave his house، يعني وطلعت من البيت تبعه، بس كنت كثير فضولية، بس انا كثير فضولية. I think I'll take a look through his window. يعني قالت انه اعتقد انه خلص رح طلل عليه من نافذة تبع بيته مشان تعرف شو عم تسوي. والله يا قسم انت كثير فضولية، بس خلص كثير منيح، لانه بتجيب لنا كل الاخبار الصغيرة والكبيرة، بتاخذ كل الاخبار. خلص ما يعني تسوي ايش من غير انها تشوف الناس شو بسووا والادمن وما بعرف، يعني كده عن جد بتتجسس على الكل، جاسوسة هاي. اوكي طبعا بس عم بمزح، بس هي اكيد هذه هي، ليش اسمها اصلا غوسب جيرل؟ because she's just like you know بتاخد ان القيل والقال، خلص هذه مهمتها. فقالت انه رح تطلل عليه من النافذة مشان تتفقد شو عم تسوي، and I will be back in a moment، يعني رح ارجع لكم بعد شوي، يعني خلص رح تروح تشوف شو عم تسوي من النافذة ورح ترجع بعد شوي. اوكي بس هي لحد الان ما رجعت، بس ان شاء الله لما رح ترجع وتخبرنا عن ايش اللي صار اكيد رح شارك معكم الايميل تبع المرجع، يعني يعني لما كمان يبعثوا ايميل جديد اكيد رح شاركوا معكم. مشان هيك اشتركوا بالقناة وكمان فعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو عم نزله حرفيا، وتعرفون كل اخبار بيكي كست الجديدة وتكونوا اول مشاهدين، فاشتركوا بالقناة وكمان حدوا لايك. طبعا يا جماعة كده رح نخلص هذا الفيديو، قولوا لي انتم شو توقعاتكم. انا يا جماعة بتوقع انه هذا الاصوات كانوا تبع سيارات او ما بعرف فضائيين، معقول في شخص كمان، معقول يا جماعة تكون قاعد من جديدة متخبية بشي كان بالمختبر تبعه، هو قالها انه روحي تخبي، بعدين هي صوت صوت وطلب من غوسب جيرل مشان تطلع مشان يحكي مع هالادمن. ما بعرف توقعاتي يا جماعه كثير 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 متوقعه، فانتوا ايش توقعاتكم المتوقعه كمان؟ وبس بحبكم كثير، وان شاء الله بشوفكم بفيديو الجاي، وبحبكم كثير، وحطوا لايك كمان، اشتركوا بالقناه، وبس باي.